بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في أول حلقات برنامج قصص الأنبياء. ولما اخترنا الأنبياء؟ لأنهم خير البشر، خير من مشى على الأرض، إنهم الناس الذين اصطفاهم الرب عز وجل لخير البشرية. ضلت الأمم لولا أولئك الرسل مبشرين ومنذرين. لما قصصهم؟ لأنها أحسن القصص. قال الرب عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص. الناس في هذه الأيام ربما يتأثرون بقصص البشر، ربما يتابعون بعض الأفلام الخيالية فيبكون منها أو يخافون منها أو يتأثرون بها أو يقتدون بأبطالها. أما نحن فنتكلم عن أفضل القصص، نتكلم عن خير البشر الذين يجب أن نقتدي بهم. لا نجاة في الأرض إلا بالاقتداء بهم. نحن نقص عليك أحسن القصص، أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نتكلم عن أحسن القصص بتفاصيلها التي جاءت بالقرآن والسنة الصحيحة وما لم يعارضها من أخبار الأمم السابقة. نتكلم عنها بالتفصيل ونستفيد منها الإيمان، الحكم، العبر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هناك من الغرائب، هناك من المعجزات، من يقرأ قصصهم فإنه يصبر على الدين ويثبت عليه ولا يضره عدو للإيمان كائنا من كان. من عانده، من حاربه، من سبه، من شتمه وهو يقرأ قصص الأنبياء فإنه لا يبالي. إنها قصص الأنبياء، في قصصهم عبرة لأولي الألباب. سوف تمر علينا حكايات وقصص وعبر فيها البلاء، فيها يدعو النبي فيستجيب الرب عز وجل له. نرى كيف أن الأمم كانت تحارب الأنبياء والرسل، كيف يرسل الله عز وجل الرسل تترى، ما من أمة إلا وخلا، ما من أمة خلا فيها نذير، ما من أمة إلا وأرسل الله عز وجل إليها رسولا أو نبيا. نقرأ هذه القصص، نتعلم منها الحكم والعبر. نبدأ وإياكم قصص الأنبياء. قبل أن نبدأ بقصص الأنبياء لابد أن نتكلم عن الخلق كيف بدأ. كان الله عز وجل ولم يكن معه شيء، فهو الأول جل وعلا. أول شيء خلقه الرب عز وجل العرش، أول المخلوقات. ثم بعده بزمن خلق الله عز وجل القلم، فتكلم القلم، قال الله عز وجل له: اكتب. قال: ما أكتب؟ ما الذي أكتبه يا رب؟ قال الله عز وجل له: اكتب ما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة، كل شيء اكتبه. إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء كتبه الرب عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ثم بعد القلم بخمسين ألف عام أذن الله عز وجل أن يخلق السماوات السبع والأرضين والجبال والأنهار وما فيها. خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام. وبعد أن خلق الرب عز وجل السماوات والأرض والجبال والبحار، وخلق الله عز وجل الشمس والقمر والكواكب والنجوم وزين السماء بها، خلق الله عز وجل خلقا على الأرض سماهم الجن. وكان الجن قوما مفسدون في الأرض، يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض، حتى أن الملائكة كانت تأتي وتبعدهم، وكانت تأتي وتعاقبهم، وكانت تحبسهم أحيانا في بعض الجزر في البحار. ثم بعد الجن أذن الله عز وجل أن يخلق خلقا جديدا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل
إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة تريد أن تسأل: هل هذا الخلق الجديد سيكون مثل الجن في إفساده وسفكه للدماء وفي تدميره لهذه الأرض؟ قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يا رب، إذا أردت خلقا يعبدك فنحن نعبدك يا رب، لما تخلق خلقا يفعل كما فعلت الجن؟ قال الله عز وجل يرد على سؤال الملائكة: قال إني أعلم ما لا تعلمون. لم تكن الملائكة تعلم أن من هذا الخلق الجديد سيكون أنبياء وشهداء وصالحون وصديقون وأحباب للرحمن جل وعلا. إنه خلق جديد. قصص، نور قصص، قصص، نور قصص، حكمة وصبر. لما أراد الله عز وجل أن يخلق آدم عليه السلام، أمر ملكا من الملائكة أن يذهب إلى تراب الأرض فيأخذ من كل تراب الأرض شيئا، فجمع هذا التراب، وكان التراب منه الأبيض والأسود والأحمر والأصفر، فصار منه بنو آدم. اختلفت ألوانهم واختلفت طباعهم، فصار منهم الأبيض والأسود والأحمر والأصفر، وصار منهم السهل ومنهم الصعب ومنهم الطيب ومنهم الخبيث. فخلق آدم من تراب في يوم جمعة، ثم بلل بالماء فصار طينا، وظل على هذه الحال زمنا، ثم ازداد تماسكه فصار طينا لازبا، ثم تغيرت رائحته فصار طينا مسنونا، ثم بعد زمن صار كالفخار الأجوف. هكذا خلق آدم عليه السلام، ظل زمنا على هذه الحال. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هذا التراب الذي ندوس عليه إنه أصل خلقنا. خلق الإنسان من تراب ثم صار طينا. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون.